يقفل من غير لائحم ولا دستور. الله يسيب بيته وشغله ولا حد عارف له طريق جرة. الله ازاي ده لا يبعت جواب ولا تليفون ولا الحمد لله بالسلامة. نبص نلاقي بعض متجوزين. ده ملخص حياتنا من يوم ما اتجوزنا. طب انا طايش ومجنون وانتوا كبار وعاقلين، ممكن تلاقولي حل المساله دي؟ وبعدين يا ست هتعمل ايه دلوقتي؟ مش عارفه يا بومه، مش عارفه. ليه؟ نازلة حالا يا سيدي. طيب ما كانتش هتنزل هي، انا هطلع لها فوق. ما هي نازلة حالا يا سيدي ده. طب اسمعي. نعم. خدي عبده مصطفى روح على الجنينة اقعد شوية، سيبونا لوحدنا. حاضر يا يلا سيدي. يلا.
انت جيت. الحمد لله على السلامة يا حبيبي، وحشتني قوي. اهلا بابا، ازيك؟ ازيك يا عمي؟ ازيك يا ماما؟ بسم الله. اقعدي يا حبيبتي، استريحي يا ستي. مالك؟ بلمت ليه؟ يا كذاب يا مفتري، انت اتجننت ولا اتلحس في عقلك؟ البنت بطنها قدامها وجاي تخطبها مني؟ مراد مالك؟ انت تعبان من السفر يا حبيبي؟ واقف بعيد كده ليه؟ بقالك مدة غايب عني، وانا مرضتش اخرج من البيت ولا اشوف جنس حد. مستنياك يا حبيبي ابصلك واشبع منك علشان البيبي يطلع حلو زيك. الف مبروك يا عايده. ميرسي يا ماما. الا بالحق يا ماما، اليوم دي مش جايلي نفسي للاكل ابدا، مش عارفه ليه. بتتوحمي يا حبيبتي. مراد عايزة رنجة. مراد ما تجيب لها رنجة يا أخي، ولا عايز الواد يطلع في وسطه بطارخ؟ خليتك بعافية يا حبيبتي، وألف مبروك. خلي بالك من نفسك. ما بدري يا ماما. معلش يا حبيبتي. الله، وانت كمان يا عمي. اظن بقى تتكسف وتحط في عينك حصوة ملح. اقعد، انت بقيت اب. مبروك يا عايدة، يتربى في عزك. مساء الخير. انا هتجنن يا ابراهيم، هتجنن. لا، ما هو باين عليك. طب ايه الحل؟ ايه الحل يا ابراهيم؟ طلقها. اطلقها ازاي بس؟ بالتلاتة. انت بتخرب، بتقول ايه؟ انت بتحبها؟ انا؟ ها؟ لا ابدا، انا بس حاسس انه كرامتي ضاعت. أول واحدة بتصعص عليا. ليه يا إبراهيم؟ ليه بتعمل فيا كده يا إبراهيم؟ أنت اللي غلطان. قصدك إيه؟ قصدي لازم تبقى جامد، متوحش، حمش. يعني إيه؟ لا مؤاخذة، قول يا أخي. اضربها علقة. علقة؟ سخنة. أنت عاوز تخرب بيتي؟ طوعني؟ دي هتنبسط. بضربها إزاي كده؟ من الباب للطاق؟ لا يا سيدي، اتلكك. ما تعرفش تتلكك؟ خش مثلا قول لها مساء الخير، هي طبعا هترد عليك وتقول لك مساء النور. تروح ملفت لها كده تقول لها وكمان بتقولي لي مساء النور، تراخ. ايه؟ الم. وبعدين؟ وبعدين هي هتفاجئ، تروح باصص لها من فوق لتحت كده ويمشي على طول. وبعدين؟ وبعدين هتدعي لي. اضربها الم جامد؟ قوي. ألم واحد بس. وريني. ها؟ كفاية. كفاية. طيب.
مراد. مساء الخير. مساء النور. وكمان بتقولي مساء النور.